نرحب فيكم مشاهدينا في فقرتنا الفنية من كان. اليوم رح نستكمل تغطيتنا لمهرجان كان السينمائي بالدولة الـ71، لكن رح نحكي لكم اليوم عن موضوع مختلف، لأنه كان مش بس مقتصرة على الأفلام المشاركة بالمسابقة، بل في فعاليات أخرى رح تهم صناع السينما. فعالية اسمها سوق الفيلم، وهي عبارة عن صالات سينمائية، كل صالة تابعة إلى دولة ما، بيحاولوا الترويج فيها على الصناعة السينمائية المحلية، وكمان أيضا بيحاولوا يستقطبوا ويجذبوا المنتجين والموزعين العالميين، لأنه هاي فرصتهم إنه الكل متواجد خلال مهرجان كان. مرة في مجلس السعودي للأفلام اللي تزامن مع افتتاح أول صالة سينما بالسعودية، أيضا في مركز الفيلم الفلسطيني. حكينا معهم وعرفنا أكثر عن أسباب وأهدافهم وتواجدهم هون بكان. خليكم معنا حتى نعرف تفاصيل أكثر عن الموضوع. مي عودة، برحب فيك على شاشة الغد. حكينا اليوم سبب تواجدك هون وقديش مهم تواجد مؤسسة الفيلم الفلسطيني بداخل سوق الفيلم عند البابليون. طبعا وجودنا كصناع سينما فلسطينية بمهرجان من أهم المهرجانات العالمية اللي هو مهرجان كان كتير إشي مهم، لأنه إحنا بتعرفي صناعة السينما الفلسطينية لسه في بدايتها، وفيش عندنا فند من او دعم يعني رسمي من الوزاره، فعشان هيك احنا دائما كل افلامنا بتقوم على الانتاجات المشاركه، وهي احسن فرصه لنا. احنا موجودين باكبر سوق للافلام بمهرجان كان. مؤسسه السينما الفلسطينيه هي اول خطوه، وخطوه كثير مهمه لنا كصناع سينما فلسطينيين، انه كل واحد مش يشتغل لحاله، هي مؤسسه السينما الفلسطينيه راح تجمعنا تحت المظله تبعتها حتى تقودنا لقدام على تأسيس صناعة سينما فلسطينية حقيقية. هلا أنت بتقولي السينما الفلسطينية ما بلغت مرحلة النضوج، لكن دائما بنشوف في أفلام فلسطينية توصل لمهرجانات عالمية وفيها معايير عالمية، يعني هل هالقصص أو المادة الغنية هي السبب لاستقطاب هالمنتجين العالميين لحتى يحطوا فوندز ويثقوا فينا، ولا هل لانه في محترفين عندهم امكانيات قويه مخرجين فلسطينيين، وشفنا سابقا اعمالهم اللي وصلت واثبتوا جدارتهم؟ انا بفكر انه السينما الفلسطينيه هي سبقت السياسيين صراحه، لانه المخرجين الفلسطينيين والافلام الفلسطينيه وضعت اسم فلسطين على كل الخارطات العالميه، وهي سابقة كانت سبقة السياسيين وكانت كمان متقدمة عنهم كتير. لكن صناعة سينما حقيقية جوا فلسطين ما فيش. إحنا عنا أفلام منيحة، عنا قصص منيحة، عنا مخرجين منيح، بس صناعة كصناعة هي اللي إحنا نفتقر لها. عشان هيك وجود مؤسسة السينما الفلسطينية هي اللي أصلاً رح تحفز ليكون في عنا صناعة. صناعة كيف؟ إنه يكون في عنا دعم محلي، صندوق سينما فلسطينية، يكون في عنا سينمات وتوزيع داخلي في الأراضي الفلسطينية، ويكون في عنا مهنيين بيشتغلوا شغلتهم الأساسية هي السينما، وهيك بصير في عنا عن جد صناعة متكاملة اللي هي بتدفع النجاح اللي قاموا فيه المخرجين، النجاح الفردي اللي قاموا فيه المخرجين الفلسطينيين بوصولهم لأبرز وأحسن المهرجانات. إحنا في فلسطين عنا القصص، عنا كمية من القصص لا تحكى، وعشان هيك بتكون قصصنا ناجحة وواصلة لأحسن المراكز والمهرجانات، وهذا اللي ما بنشوفش فيه عند كتير بلدان تانية. بيحكوا هاي القصص بطريقة كمان جديدة، وإحنا موجودين اليوم في عن 10 قصص موجودة أو أفلام بمشاريع بمؤسسة السينما الفلسطينية، وبوجودهم بكان رح يساعدوهم لا يقدروا يلاقوا طريقهم ولاقوا منتجين مشاركين، حتى هدول العشر أفلام إن شاء الله يكون خلصانين السنة الجاية. فلسطين كان لها تواجد كبير، وخدت جايزتين قبل كده. جايزة خدها الجايزة بتاعت إيه اللي هي سليمان أصبغ عن فيلم يد إلهية كان 2004، وبعد كده في 2012 هاني أبو أسعد خد عن عمر في نظرة ما إليه سليمان في المسابقة الرسمية. أنا ماري جاسر اشتركت أكتر من مرة
بفيلم كان ملح البحر وكانت لجنة التحكيم. فالتواجد الفلسطيني تواجد دائم وموجود، وسينما فلسطينية سينما الحقيقة مشرفة. هل الدعم المادي الشيء الوحيد الناقص لحتى يتم تأسيس سينما فلسطينية وطنية ناضجة بمعايير عالمية وبروفيشنال، ولا هل لسه مطلوب دعم من برا سواء بالتعليم بالتدريب بالإكواب بكل شيء تاني؟ أكيد الدعم المادي ضروري ومهم، خاصة لما عم تحكي عن مجال بيتطلب جهد جماعي لما عم نحكي عن السينما، لكنه مش كافي لحاله عشان يصير عندك صناعة فيلم وإنتاجات، يعني وخاصة إذا عم تحكي بيك برودكشنز وعلى مستوى عالمي. ومثل أي صنعة هي بتيجي من تراكم التجربة، لكن وهذا هي إحنا هذا اللي عم نسعى له، يعني محاولة هلأ تأسيس وإيجاد هاي المؤسسة الجمعية اللي تجمع الكل الفلسطيني، وهي الأشياء اللي عم نشتغل عليها. لأنه لما عم بحكي عن بنية تحتية، عم بحكي عن سياسات، عم بحكي عن قوانين، عم بحكي عن تعليم وتدريب، بالعكس صار عندنا أكاديميات متخصصة يلي هلأ عم بيخرجوا جيل من المواهب الصاعدة. يعني في عندك سواء بدار الكلمة، يعني بيت لحم، في عندك أول مرة يصير عندنا BA in film، نفس الشيء في أكاديمية الفنون يلي هلأ راح تصفي جزء من جامعة بيرزيت، وعندنا بالعكس المواهب والجيل الصاعد كتار. أيضا الجناح الفلسطيني لأول مرة يبقى في جناح فلسطيني، وكأنها تقول بصوت عالي إحنا دولة عاصمتها القدس، دولة عظيمة، وتواجدهم هنا بيؤكد كل المعاني. تشهد السينما السعودية طفرة حقيقية مشاركتها بالدورة 71 لمهرجان كان السينمائي العريق، ورح يتم عد 9 أفلام قصيرة ضمن هالفعالية، ورح يتم عد الأفلام 9 اللي بقدمها مبدعون سعوديون شباب من خلال مشاركة الهيئة العامة للثقافة بجناح خاص لإلهم هون بمهرجان كان، ورح نلتقي فيهم نعرف تفاصيل أكثر عن الموضوع. قديش مهم تواجد السعودية بمهرجان كان للمرة الأولى لحتى تسوقوا لمؤسسة الفيلم السعودي، وكمان كيف زبطت بالتزامن مع قرار افتتاح أول سينما بالسعودية؟ طبعاً أحب أقول إنه هذا الشيء very important. يمكن إحنا أول سنة كشركة U-Turn Entertainment نشارك في مهرجان كان فيستيفال، يعتبر opportunity مرة كبيرة. طبعاً أكيد we're so happy إنه نخلي العالم يشوفوا إنه لا في السعودية لا في filmmakers، في production houses، في a lot of capabilities، تقدر تسمع محتوى وتقدر تسمع للسينما السعودية. طبعاً قرار السينما إحنا كنا منتظرينه من زمان مرة، خصوصاً يعني احنا كنا نستخدم يوتيوب as a platform، فكنا we stick to الشورت موفيز بس، لانه اليوتيوب الفورمات حقتها ما حد يعني حيتفرج فيلم لمده ساعه او ساعتين. فللاسف كانوا الشباب نوعا ما مكبوتين من ناحيه انه لا نبغى نعمل افلام سعوديه، لا نبغى نسوي، نبغى نوري الناس انه احنا نقدر وعندنا محتوى وعندنا برودكشن قوي. فالحمد لله I think it's a great opportunity ان احنا جينا هنا نوري حتى العالم نفس الوقت انه لا في سينما سعودية حتكون قريب. فأي احد عنده اي فكرة، اي سكريبت، اي حاجة ممكن تكون محتوى هادف، محتوى جميل ينفع يكون للسينما، طبعا حتى برضو احنا مستعدين نحتضن هذه الموهبة. جناح سعودي لأول مرة، والدلالة واضحة، الدلالة الاجتماعية والدلالة الثقافية والدلالة السياسية، إنه المملكة العربية السعودية في حالة حراك اجتماعي، حراك ثقافي، انفتاح على العالم كله. لكن الأهم نكون وصلنا إلى ختام فقرتنا الفنية اليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا فيها وعرفتوا تفاصيل أكثر عن مهرجان كان وخبايا واللي بهم الوطن العربي والسينما العربية. لكن هلا عوده الى استديوهاتنا بالقاهره. باي.